أهلا بكم من جديد. نفى العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري صحة ما نشرته وكالة رويترز للأنباء حول تمركز قوات روسية خاصة في قاعدة جوية غربي مصر بالقرب من الحدود الليبية، وقال للمصري اليوم أنه ليس هناك أي تدريبات مشتركة مع روسيا ولا خبراء عسكريون ولا أي جندي أجنبي واحد على الأراضي المصرية. من جانبها نفت وزارة الدفاع الروسية تقرير الوكالة، وقال المتحدث باسم الوزارة أنه لا قوات خاصة روسية على الحدود المصرية مع ليبيا. مرحب معنا في الاستوديو بالدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور مختار. أهلا وسهلا. دكتور مختار، يعني ما المقصود من نشر خبر كهذا من وكالة رويترز؟ يعني نعتبر أن هو في إساءة مقصودة لمصر في ظل ما تشهده مصر من تقريب للفصائل الليبية في القاهرة؟ لا، ما تقدريش تقولي أنك أنت هتاخدي هذا الموضوع بمنطق الإساءة لمصر، لكن تقدري تقولي أن حجم التجاذبات الإقليمية والدولية في المنطقة العربية من الطبيعة أن ينشر ده. خلينا أقول لك كمان نقطة مهمة في هذا السياق، انه مصر بدات تلعب دور كبير جدا داخل الساحه الليبيه في الفتره السابقه، حاولت بدرجه او باخرى ان تجمع الاطراف الليبيه المتصارعه، اتت بخليفه حفتر، ثم اتت بعقيله صالح رئيس البرلمان، ثم اتت بفائز السراك رئيس حكومه الوفاق. من وجهه نظري كان يتبقى شخصيتين اخرتين كان من المطلوب بدرجه او باخرى ان ياتوا الى مصر ايضا. عبد الله السني اللي هو زعيم حكومه الانقاذ الموجوده في مدينه البيضاء شرقا، ثم خليفه الغويل اللي بيشكل حكومه موازيه موجوده ايضا في طرابلس. لو استطعنا ان احنا نجمع الخمس شخصيات سياسيه الموجوده داخل الساحه الليبيه هنستطيع ان ننجز كثيرا في هذا النطاق. روسيا بدات يكون لها دور محوري داخل ليبيا على وجه الخصوص في شكل من اشكال التنسيق بينها وبين خليفه حفتر قائد الجيش الليبي، متصور انه في شكل من اشكال التعاون ما بين الجهتين. لما بتتحدثي عن هذا الشكل من التدخل المصري المحسوس والملموس وبدا يكون هناك دور روسي، يبقى هيكون هناك بالطبيعي قلق غربي امريكي من هذا الوضع، مفيش كلام فيه. هتلاقي رويترز بتتكلم، هتلاقي ربما الجارديان بتتكلم، هتلاقي نيويورك بتتكلم، هتلاقي كثير جدا من الجرائد بتتكلم، وهتلاقي هتحط اجتهادات على غرار هذا الاجتهاد اللي ادعت فيه بان هناك قوات روسيه موجوده في قاعده راس براني، وان هذه القوات هناك شكل من اشكال التنسيق بينها وبين مصر على التدخل داخل الساحه الليبيه. طبعا هي لا تدرك رويترز او غيره ان هناك عقيده مصريه سياسيه عسكريه اساسيه لن نسمح بوجود اي قواعد عسكريه موجوده على الارض المصريه، امر متفق عليه. من الممكن ان يكون هناك تدريبات مشتركه، نعم، من الممكن ان يكون هناك خبراء يستطيع موجودين في مصر نستطيع ان احنا نستفيد منهم، اي، لكن قواعد عسكريه ثابته مساله لن نستطيع ان نفعلها. الدور المصري لابد ان يكون محسوس. لو كان هناك في مستقبلا تنسيق مصري روسي فيما هو مرتبط بالقضيه الليبيه بعيدا عن تدخل عسكري روسي داخل الساحه الليبيه، انا متصور نستطيع ان ننجز كثيرا داخل الساحه الليبيه. وخلينا نتفق ان ليبيا امن قومي مصري او جزء مهم جدا من العمق الامن القومي المصري.